بينما المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات على رابع المراكز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، اللي تصل عالية لمحمد بن حمد بن جذوة العامري في المركز الرابع والمركز الخامس، الوصول من الشاهيني أحمد بن خميس، أيضا الخيالي يتواجد هنا أحمد بن خميس بن مغير الخيالي يقدم هذه الانطلاقة في هذا الشوط، ويأتينا أيضا على المركز الخامس، بينما المركز السادس تأتي جميلة عبد الله بن صالح بن عبد الله العامري يقدم جميلة في هذه الانطلاقة على المركز السابع هنا في هذه الانطلاقة، بينما ثامن المراكز الوصول هنا في ثامن المراكز من حافل محنة بن محمد بن محنة بالويع العامري يتواجد مع من حاف في المركز التاسع عاشرا، الوصول في هذه اللحظات من الأسماء المشاركة والقوية هنا على المركز العاشر اللي تأتينا اللي هي سراب الحمد بن سهيل بن حطم العامري. هذه هي العشر المراكز الأولى المتقدمة، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى صدارة الشوط. وين الصدارة؟ ما شاء الله تبارك الله، هناك من تأتينا في الصدارة، الطيارة بشعار راعي مصيحة سويد بن زايد بن قشمان المنصوري يتواجد في مقدمة هذا الشوط، يتواجد مع الطيارة هنا في المركز الأول في بداية الجولة الثالثة في انطلاقة شوط الحول المحليات إلى صايل الثالث في تعداد أشواط المحليات شوطنا التاسع، ولكن الطيارة هناك مبار أو سويد بن زايد بن قشمان المنصور يتواجد، بينما المركز الثاني خيرة تصل بشعار سعيد بن ناصر بن مشيط المري، واحد من الأسماء القوية الذي دائما وأبدا يعشق المشاركة في أشواط الكبار، يعشق المشاركة أيضا في انطلاقات المحليات أو المهجنات. يتواجد سعيد بن ناصر بن مشيط المري يتواجد في هذه الانطلاقة، يقدم خيرة في هذه الانطلاقة وفي بداية الموسم، الشعارات تبشر بالخير، الانطلاقات جميلة، عاصمة الميادين ترحب بجميع الضيوف بأبناء منطقة الخليج هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر في الوطن العربي الكبير من سيدة القنوات الرياضية قناة أبوظبي، أيضا الناقلة لسباقات الهجن هنا في أبوظبي. بينما المركز الرابع تصل الوطن، واحدة من الأسماء القوية من المشاركات في الموسم الماضي، صاحبة الإنجازات فرج بن علي بن حمودة الظاهري، يا سلام بدأت الأسماء الشعارات بداية الموسم يبشر بالخير، ولكن الرماسة أيضا الاسم العملاقي والخطر يأتي مع الرماسة سالم بن مظفر بن محمد العامري، يتواجد العملاق العيناوي في هذه الانطلاقات، وعالية أيضا تأتي في المركز الخامس، هناك ايضا بشعار محمد بن حمد بن قدوه العامري صاحبة انجازات في الموسم الماضي، كم بعد وكم بقول، ما شاء الله الاسماء قوية، الكبار العمالقة هنا ايضا دائما وابدا يحلو الرقصة مع الكبار، ولكن المتدخلة الشاهينية احمد بن خميس بن مغير الخيالي ايضا اسمها قوي ومشاركاتها قوية، ولكن الدخول من الجانب الاخر هناك الشاهينية السيد سيف بن جعفر بن مرخان. اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى الطيارة على الصدارة، الطيارة على المركز الاول، سويد بن زايد بن قشمان المنصوري يقدم الطيارة، يقدم الانطلاقة الأولى مع الطيارة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل، الأداء المتميز، بداية الموسم دورينا الأول مع الكبار يأتي في هذه الانطلاقة، خيرة في ثاني المراكز سيد سعيد بن ناصر بن مشيط المري يقدم خيرة، بدأنا بالدخول مع 1200 متر النهائية والمركز الثالث، وصلت الوطن هنا غانم بن علي بن حمودة الظاهري، ولكن الرماسة تصل في هذه اللحظات، رماسة سالم بن ظفر بن محمد العامري، الله 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 الله، الشاهينية من الجانب الآخر، سيف بن جعفر بن مرخان، بينما الدخول من اللي هي الشاهينية أحمد بن خميس بن مغير الخيالي. أعود إلى الطيارة من تحمل أيضا الرحلة رقم 3 بقيادة الكابتن المحترف دائما وابدا سويد بن زايد بن قشمان المنصوري، يقدم الطيارة في هذه الانطلاقة الجميلة ولا أروع والانفراد الجميل، بينما الشاهينية في ثاني المراكز، سيف بن جعفر بن مرخان يقدم الشاهينية في ثاني المراكز، الوطن ثالثا، هناك أيضا بشعار فرج بن علي بن حمود الظاهري، شوفوا من القادم هوايل الاسم العملاق والخطر
الفطر وصل المطوع علي بن مبارك وسالم بن فراج يصل مع هوايل، ولكن الطيار الله الله الله. إذا صاحبة الميدان هنا أيضا تقلع في أجواء الوثبة، تحلق في أجواء الوثبة. هنا سويد بن زايد بن جشمان المنصوري، الله الله الله، بدأت تفارق، بدأت تنطلق، بدأت تسيطر في 300 متر النهاية والأخيرة. إذا تهانينا والناموس لسويد بن زايد بن جشمان، مشكور يا رعم صيحة، مشكور على هذا الأداء الجميل، تهانينا والناموس. سلام يا الوثبة، سلام سلام، رقص وثباوي جميل، رقص وثباوي ممتاز مع الطيارة، مع الطيارة مع هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس لسويد بن زايد بن جشمان المنصوري على فوز الطيارة بالمركز الأول ولحظات الوصول مع استراحة المحارب هنا مع خط النهاية. تهانينا والناموس. ثانيا هوايل علي بن فراج المري، والمركز الثالث اللي تصل الشاينية سيف بن جعفر بن مرخان، شهب على المركز الرابع علي بن حمودة بن علي الظاهري، والمركز الخامس اللي تصل هناك سرابة حمد بن سهيل بالحطم العامري يأتينا مع سرابة. إذا هذه هي الخمس المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط الجميل، هذا الشوط الذي بدأ بانطلاقة جميلة ومميزة مع العمالقة الكبار. أيضا لتعلن الطيار لسيد سويد بن زايد بن جشمان المنصوري هذه الانطلاقة الجميلة والتوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. هنا من الزميل والمخرج أسامة الحواري، 9:37 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لسيد سويد بن زايد بن قشمان المنصوري، والتهنئة لمبارك ولمحمد أبناء سويد بن زايد على هذا الفوز. بينما المركز الثاني 9:38 ثلاث أجزاء من الثانية، الضيفة العزيزة قدمت بما فيه الكفاية علي بن فراج المري، تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت الشاهينية لسيد سيف بن جعفر بن مرخان لتقطع المسافة 9:41 7 من الأجزاء، تهانينا لسيد سيف بن جعفر بن مرخان على